أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الميادين لتطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة. والبداية من الجبهة في لبنان، حيث دوت صفارات الإنذار في المطلي ومسكف عام في إصبع الجليل بالتوازي مع مواصلة المقاومة إحباط المحاولات الإسرائيلية لاختراق الحدود، وبالتوازي مع استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من لبنان جنوبا وبقاعا وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. تتواصل حرب الإبادة الجماعية في غزة، حيث أو فيما تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية في جباليا، وتقنص جنود الاحتلال في بيت حنون وعلى جبهات الإسناد. ثلاث عمليات للمقاومة الإسلامية في العراق على ثلاثة أهداف منفصلة في الجولان المحتل بالطيران المسير، في وقت تؤكد طهران أن ردها على أي حماقة إسرائيلية سيكون شديدا. تطورات متسارعة نناقشها في هذه الساعة من التغطية، والبداية مع شبكة مراسلينا، والبداية من لبنان مع الزميل عباس صباغ الذي ينضم إلينا مباشرة من بعبدة في جبل لبنان. عباس مرحبا. إذا يبدو أن هناك غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت منذ دقائق. إذا القصف الإسرائيلي يتجدد على الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه الغارة أي منطقة استهدفت بالتحديد؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الزميل عباس صباغ، سنعود إليه طبعا بعد قليل. إذن مشاهدينا الكرام، على وقع الحديث عن تفاجؤ الجيش الإسرائيلي من قدرات حزب الله وثبات عناصره على الأرض الذين يقاتلون جنود الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر، حذر خبراء إسرائيليون من أن حرب الاستنزاف لا تزال مستمرة وأن السكان في الشمال لن يعودوا إلى منازلهم قريبا. ثابتون في الأرض كثبات شجرها وصخرها، هكذا هم عناصر حزب الله باعتراف خبراء إسرائيليين تحدثوا عن شجاعة غير مسبوقة يظهرها مقاتلو حزب الله، وهم يخوضون في هذه الأيام مواجهات قاسية جدا في مقابل جنود الجيش الإسرائيلي. مقاتلو حزب الله في جنوب لبنان هم جهاديون تماما ولا يخططون للهرب، وهم أصحاب خبرة كبيرة اكتسبوها من الحرب في سوريا. لا أحد يشك بقدرات حزب الله، فهي لا تزال موجودة ولديه عشرات آلاف الصواريخ وكثير من المقاتلين جنوب لبنان، ولا تزال الصواريخ تمثل تهديدا فعليا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى القوات، فنحن نرى المناورة البرية لا تجري على نحو سهل أبدا. وفيما يسعى جنود الجيش الإسرائيلي جاهدين إلى التقدم ولو أمتارا قليلة في القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، من دون القدرة على تحقيق ذلك بسبب ضربات مقاتلي حزب الله الذين يقاتلون من مسافة صفر. لا تزال حرب الاستنزاف مستمرة، فلا حزب الله ابتعد من الحدود ولا سكان الشمال عادوا إلى منازلهم. لا يزال لدى حزب الله عشرات آلاف الصواريخ ومنها ثقيلة، ولا أعتقد أنه حان الوقت للاحتفال بزوال حزب الله، فنحن نراه يقاتل في منطقة الحدود ونرى هناك كثيرا من المقاتلين ذوي الخبرة في المعارك وجها لوجه مع حزب الله. ليس لدى جنود الجيش الإسرائيلي أفضلية، يقول خبراء إسرائيليون ويضيفون: إسرائيل في لحظة صعبة، ومن اعتقد أنه لن يكون هناك مزيد من إطلاق النار أو أن حزب الله قد هزم وقضي عليه فهو مخطئ. وينضم إلينا في هذه التغطية محلل ميادين للشؤون السياسية والدولية من بيروت زميل قاسم عز الدين. أهلا بك معنا في هذه التغطية. إذن كنا قد تابعنا هذا التصعيد الإسرائيلي طيلة هذه الليلة طبعا الماضية على الضاحية الجنوبية لبيروت، غارات إسرائيلية غير مسبوقة، أكثر من 30 غارة وما زالت تتجدد هذه الغارات كما تابعنا منذ قليل. بداية، كيف يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر؟
يعطيك العافية زميلي أحمد، والعافية كمان للزملاء بالمراسلين وبالميادين والإعلاميين. عمليا أعتقد أنه لابد يعني من بعض التمييز ما بين الضاحية، ما بين العدوان الهمجي على الضاحية، وبين المعركة المباشرة في على خطوط التماس وعلى الحدود. من الواضح أن يعني إسرائيل والهمجية الأمريكية الإسرائيلية أخذت قرار بالقضاء على الضاحية، يعني الإبادة الجماعية التي قامت بها خلال سنة في غزة هي تريد أن تستنسخ التطهير العرقي لبيئة المقاومة. وعندما نقول التطهير العرقي المقصود فئات بعينها هي بيئة المقاومة، لكن أيضا تطهير عرقي، يعني مقصود جماعة أو جماعة دينية وجماعة إثنية وجماعة وطنية، المقصود هو التطهير العرقي لهذه الجماعات. هذه الجريمة ضد الإنسانية والجريمة الحرب هي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، التي ينفذها بالتكافل والتضامن معها العدو الصهيوني والطائرات، بإضافة إلى المخابرات التي تشترك فيها كل مخابرات العالم، الدول العالم، عالم أمريكا، يعني عالم البربرية المتوحشة التي تديره أمريكا. من الواضح يعني أن السكان، أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن، هم ضحايا هذا العدوان الهمجي على لبنان، كما كان التطهير، الإبادة في غزة هو ضحايا العدوان الهمجي على فلسطين. أما بالنسبة لمسألة الاشتباك المباشر، يعني الحرب المباشرة، حزب الله حافظ دائما قبل 7 أكتوبر وفي المعارك السابقة حافظ على الأخلاقية القتالية، المنهجية القتالية. هو لم يرتكب جرائم ضد الإنسانية، لم يستهدف المدنيين، وحتى قبل هذه الحرب، يعني عندما كان حزب الله وكانت المقاومة تخوض حرب عصابات ضد الاحتلال الإسرائيلي، كانت عندما تحضر عملية لاستهداف جنود إسرائيليين ويمر مرور الكرام بعض المدنيين، كانت تؤجل هذه العملية خوفا من إصابة المدنيين. هذه الأخلاقية، أخلاقية العالية، الأخلاقية الإنسانية في القتال وفي الحرب حافظ عليها حزب الله، وأعتقد حتى الآن لا زال يحافظ عليها حزب الله لأسباب يعني عقائدية ولأسباب دينية ولأسباب إنسانية. هو لا يستهدف المدنيين، على العكس من ذلك البربرية الأمريكية الإسرائيلية منذ بدايتها، يكفي أن نعرف يعني ما يسمونه عقيدة هانيبال، حتى مدنييهم أو أسراهم أو جنودهم عندما يقعون في الأسر تصفيهم ويؤمنون بهذه العقيدة، وهنا البون شاسع. المعركة التي تدور على الحدود، على خطوط التماس، والتي لم يستطع العدو الإسرائيلي بجنوده وباستطلاعاته أن يتقدم شبرا واحدا، هؤلاء المجاهدين والمقاتلين الذين يصدون العدو وهم مدربون ومهيئون، الخطة الذي وضعها الشهيد الخالد القائد الأممي السيد حسن نصر الله هي تطبق حرفيا، هي مستمرة منذ نهاية 2006 والخطط موضوعة، وهؤلاء المجاهدون ليسوا المقاتلون. يعني عمليا مقاتلو حزب الله وجسم القتال لحزب الله لا يزال متماسكا، لا يزال جاهزا، ولم يشترك في الحرب المباشرة حتى الآن. يتصدى له المقاتلون وهم أهالي الحدود وشبان الحدود، وهم مدربون على أن يتصدوا لأي مغامرة يقوم بها العدو، وينجحون في هذا التصدي. المعركة الفعلية، معركة القتال والالتحام المباشر، أعتقد أن حزب الله ينتظر ويحضر لها
على ما يخطط له، وهو يعرف بالضبط ماذا يخطط العدو الإسرائيلي إذا ما أراد التوغل إلى لبنان واحتلال بعض الأراضي، أو إقامة الحديث عن إقامة منطقة عازلة، أو تدمير قدرات حزب الله. لا يمكن يعني هذه المعركة، هذا الاتجاه، هذا الحلم لا يمكن أن يكون على الحدود بكفر كلا أو بعديسي أو بمارون الراس. هو يمهد هذا الطريق على أمل أن يصل من إصبع الجليل في المرتفعات لكي يقطع الطريق على جنوب الليطاني، وهذا ما ينتظره مقاتلو حزب الله. وستكون المعارك وستكون مقبرة إسرائيل ومقبرة المشروع الأمريكي، المشروع الصهيوني للشرق الأوسط، بأحلام طموحة، بأحلام عرقوبية لا يمكن تطبقها، سيكون في الجنوب اللبناني. طيب قاسم، فيما يتعلق بهذه النقطة التي تطرقت إليها وهي جهوزية المقاومة على الأرض على الحدود، وطبعا هي لم تسمح بأي تقدم أو أي توغل بري داخل الأراضي اللبنانية على الحدود، وتصدت لكل القوات الإسرائيلية التي حاولت التسلل أو التقدم. هذا التصدي البطولي وهذه الجهوزية الكاملة، وطبعا هي تنتظرها المقاومة كما الكل يعرف، إلى أي مدى تفشل هذا المخطط الإسرائيلي الموضوع باتجاه لبنان، وعلى رأسه طبعا تهجير هذه أو أهالي هذه القرى الحدودية، ومحاولة إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ طبعا الإسرائيلي يعرف أنه كل خططه لن تتم ولن تنجح من دون أي توغل بري حقيقي، وهذا لم يحصل حتى الآن، وحتى المقاومة جاهزة للتصدي لأي عمليات في المرحلة المقبلة أيضا. نعم زميلي أحمد، يعني علينا أن نكون واقعيين بقراءة هادئة للمشروع الأمريكي، مشروع الصهيون الغربي في المنطقة، وأهداف هذا المشروع، والأسباب التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض الحرب وتديرها بقضها وقضيدها. هناك يعني مراهنات هائلة ليس فقط على استعباد منطقتنا ولبنان والشرق الأوسط، إنما أيضا الهيمنة على العالم، وأن يكون بعد ما يتصورونه انتصارات ونجاحات أن يكون قرن أمريكي جديد كما كان القرن العشرين، أو على الأقل منذ نهاية القرن العشرين هو قرن أمريكي تسيطر فيه أمريكا على العالم بكل ثرواته واستراتيجياته. إذن الحرب التي يخوضها المجاهدون على الحدود كما هي الحرب التي يخوضها المجاهدون في غزة ليست مسألة فقط محصورة بلبنان أو محصورة بغزة، إنما أيضا هم يدافعون عن الإنسانية ضد الهمجية، ضد البربرية، ضد مصاصي دماء الشعوب، وهم في المقدمة. هذا الأمر الذي يدفعهم بكل التضحيات، هم يحاولون أو يبرهنون على جهوزيتهم لقبر هذا المشروع، إنما لازلنا في البداية وعلينا أن نكون واقعين. لا تغير أمريكا ولن تغير إسرائيل بمجرد أن تهزم في هذا الموقع أو تهزم في هذا الموقع. إذا لم تهزم ككل على الصعيد يعني الفعلي، وأن ترى مقبرتها أمامها في منطقتنا وفي الشرق الأوسط وفي داخل كيان الفلسطيني المحتل، وهنا بحاجة العالم بحاجة لمساندة هؤلاء المجاهدين، أن يشد من عزمهم وأن يعمل معهم يدا بيد. كل دول الشرق الأوسط مهددة، كل دول الجنوب مهددة، كل دول العالم مهددة. لذلك لا يمكن ولا من غير المسموح لمن يحمل ذرة من الإنسانية أن ينتظر أن يقلب المجاهدون الذين يخوضون هذه الحرب ويدافعون عن الإنسانية أن يبقوا بمفردهم، بل علينا كل منا
في منطقتنا في لبنان وفي الشرق الأوسط وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي عالم الجنوب وفي عالم وأحرار العالم الذين ينضفضون اليوم دفاعا عن غزة ودفاعا عن لبنان، أن نشد من أزر بعضنا البعض لكي ندمر لكي نقهر هذه الهمجية البربرية التي لن تتوانى اسمح لي فقط عن على قتل كل الإنسانية. ننتقل من جديد إلى الزميل عباس صباغ الموجود في بعبدة لكي يطلعنا على آخر التطورات ومن ثم نعود إليك. عباس مرحبا. إذا كان هناك تجدد للغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، آخر الغارات ماذا استهدفت بالتحديد، أي منطقة، وإن كان هناك أي معلومات فيما يتعلق بالغارات السابقة خلال الساعات القليلة الماضية على الضاحية الجنوبية؟ نعم، تحية لك والمشاهدين الميادين الأكارم. بطبيعة الحال تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو ثلث ساعة من الآن. كان هناك غارة على منطقة برج البراجنة في حي بالقرب من مبنى بلدية برج البراجنة. هذه المنطقة تعرضت بالأمس لأكثر من غارة إسرائيلية وارتقى عدد من الشهداء، وهناك إصابات جراء الغارات على تلك المنطقة ضمن مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعد على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الغارة على برج البراجنة جاءت بعد 4 ساعات من غارة استهدفت منطقة الليلك، استهدفت أكثر من مبنى في منطقة الليلك قرابة 10 من قبل ظهر هذا اليوم، بعد سلسلة غارات بدأت مساء أمس، يعني تحديدا في 11:30 من مساء أمس واستمرت فجرا حتى الساعة 4. نحن نحصي قرابة 30 غارة إسرائيلية على مناطق الضاحية الجنوبية، آخرها كان على برج البراجنة منذ قليل، وقبل ذلك بنحو 4 ساعات كانت الغارة على منطقة الليلكي، وقبلها كان هناك غارات بدأت من منطقة شويفات في الضاحية على تخوم الضاحية الجنوبية وامتدت حتى منطقة الغبيري مرورا ببرج البراجنة والكفاءات والمريجة وحارة حريك وصفير وأيضا طريق المطار، حيث استهدفت الغارات مباني سكنية وأيضا محطة للوقود، وهذا يأتي ضمن سلسلة هذه الغارات المتصاعدة على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي ارتفعت وتيرتها في الساعات الماضية لتشكل أعنف الغارات التي تسجل على الضاحية الجنوبية منذ 27 أيلول سبتمبر الفائت. الدخان لا يزال ينبعث من أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية، نستطيع أن نحصي منطقة الكفاءات، منطقة برج البراجنة، منطقة المريجي، ومنطقة الليلكي، وكذلك في قرب طريق مطار بيروت الدولي. الدخان يتصاعد من غارة من مساء أمس ومن فجر هذا اليوم. أود الإشارة أن الطائرات المسيرة تحلق باستمرار فوق الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 8 تقريبا وحتى هذه اللحظة بشكل شبه دائم وعلى علو متوسط، يسبق يعني تحلق هذه الطائرة على علو متوسط ومن ثم بعد ذلك تأتي الطائرات الحربية وتنفذ الغارات على الضاحية الجنوبية. في هذه الأثناء نسمع هدير هذه الطائرة لازال متواصلا على الضاحية، حتى في الجولة التي قمنا بها قبل قليل في بعض أحياء الضاحية تبين حجم الدمار الهائل وحجم الحقد الإسرائيلي على هذه المنطقة من جراء التدمير الممنهج للمباني والمحال والمعامل وكل ما هو يدل على الحياة في هذه المنطقة، إضافة إلى استهداف فرق الدفاع المدني التي حاولت الوصول إلى منطقة المريجي ولم تستطع حتى هذه اللحظة. لم نفد عن إصابات في غارة برج البر حتى اللحظة، لكن في منطقة الليلة كان هناك 4 إصابات طفيفة جراء الغارة التي ضربت تلك المنطقة في 10 من قبل ظهر اليوم. هذا هو المشهد من الضاحية الجنوبية، وبانتظار تطورات الساعات المقبلة وهذا ما نشهده من هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الضاحية الجنوبية. نعم. طيب عباس، كما قلت منذ قليل أن حضرتك قمت بجولة داخل الضاحية الجنوبية لبيروت وطبعا شاهدت حجم الدمار الهائل الذي خلفته هذه الغارات الإسرائيلية، أكثر من 30 غارة بطبيعة الحال على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الساعات الماضية. حدثنا أكثر عن المشهد الذي رأيته بتفاصيله فيما يتعلق بكمية المباني أو عدد المباني التي دمرت بفعل هذه الغارات، إن كان هناك مدنيون ما زالوا متواجدين داخل هذه الأحياء أم خرج كل المدنيين من كل هذه المناطق التي ذكرتها منذ قليل، وأيضا فيما يتعلق بفرق الإسعاف أو فرق الدفاع المدني هي لا تدخل إلى الضاحية، هي مهددة طبعا بالاستهداف، وبالتالي نتحدث عن عدم وجود هذه الفرق داخل الضاحية الجنوبية لبيروت الآن.
نعم، هي سابقة في تاريخ الحروب وفي تاريخ العدوان الإسرائيلي على لبنان. الفرق الدفاع المدني يوم الجمعة حاولت الدخول إلى منطقة المريجي، فاستهدفتها مسيرة إسرائيلية أولا بصاروخ، ومن ثم استهدفت رجل من الدفاع المدني بصاروخ واستشهد في تلك المنطقة. في اليوم التالي حاولت مجددا فرق الدفاع المدني الوصول إلى تلك المنطقة أيضا. أيضا كان هناك إطلاق للصواريخ مما اضطرها إلى التراجع. طبعا كان هناك اتصالات تجريها الحكومة اللبنانية مع أكثر من جهة بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل السماح لفرق الدفاع المدني بالوصول إلى بعض الأماكن المستهدفة في الضاحية الجنوبية، لكن لم تصل إلى نتائج بحسب ما نرى على الأرض. أما في الجولة التي أجريناها قبل يعني ساعة ونصف من الآن، يعني حجم الدمار، أتحدث عن منطقة الكفاءات، هناك مباني كثيرة سويت بالأرض، هناك مباني احترقت بالكامل، محال تجارية، أبنية سكنية، مؤسسات تجارية، محال، معامل، سيارات دمرت. هذا هو مشهد مصغر. أيضا على طريق المطار هناك مباني مدمرة بشكل كامل. في منطقة الليلك اليوم على الأقل دمرت 3 مباني في الغارة الصباحية، وقبل ذلك خلال الفجر أيضا كان هناك تدمير لمبنيين في منطقة الليلكي. الأمر مشابه في منطقة صفير، وأيضا الأمر مشابه في حارة حريك وفي الغبيري. يعني هناك عشرات المباني السكنية يمكن إحصاؤها منذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بدأت بالتركيز على مناطق الليلكي والمريجي والحدث ومنطقة السان تيريز، وصولا إلى ما يعرف بحي الأمريكان في الضاحية الجنوبية. هناك عشرات المباني التي سويت بالأرض في مشهد الدمار غير يعني مألوف، حتى يتخطى ما شاهدته الضاحية الجنوبية من غارات خلال عدوان تموز يوليو عام 2006. بعض السكان كانوا يتفقدون المباني، لكن كان هناك عدد قليل جدا مما يعني بقدر المستطاع يتفقد المنزل ويخرج بسبب استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية وعدم وجود يعني توقيت إن صح التعبير للغارات، وأيضا شمول هذه الغارات والاعتداءات خارج المناطق التي يحذر منها جيش الاحتلال، يسمي منطقة أو منطقتين أو ثلاثة ويحدد المبنى، لكن غاراته تكون بشكل عشوائي على نطاق أوسع. بالأمس الضاحية الجنوبية وفجر هذا اليوم كان هناك حزام من النار يزنر هذه الضاحية من الشويفات إلى الغبير، يعني نتحدث عن مسافة تصل إلى 7 أو 8 كيلومترات. كان هذه كلها الدخان يتصاعد من أكثر من منطقة. طبعا خف هذا الدخان يعني هذا الصباح، لكن هذا يدل على هذا الحقد الإسرائيلي على هذه المنطقة التي هي من أكثر المناطق اكتظاظا للسكان في لبنان. مباني الضاحية الجنوبية فقط للتعريف بأن كلها مباني متلاصقة، يعني هناك عمران كبير جدا في هذه المنطقة وكثافة سكانية. بطبيعة الحال يعني معظم أهالي الضاحية الجنوبية غادروا هذه المنطقة لأن لا أحد يستطيع أن يسكن في مباني وهي تتعرض لغارات همجية وعنيفة وتستهدف مباني سكنية. لم نرى نشاط عسكري في هذه المنطقة، يعني كما نعرفها ليس هناك من راجمات صواريخ أو مشاكل في هذه المنطقة. هناك أبنية سكنية تستهدف بشكل مباشر، أيضا مراكز الإسعاف المدني تستهدف، وهذه سابقة لم تعرفها الحروب في تخطي لكل الأعراف والاتفاقات الدولية ومشاكل. وبالتالي هذا العدوان على الضاحية الجنوبية يعتبر الأقصى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي هذه الغارات متواصلة وانخفت يعني تدريجيا هذا الصباح، لكن شهدنا ساعات فجر ومساء أمس سلسلة من الغارات تخطت 30 غارة، وآخرها كان في منطقة برج البراجنة التي حدثت قبيلة الثانية إلا 5 دقائق بتوقيت بيروت والقدس الشريف. نعم، أشكرك حتى الآن على كل هذه المعلومات عباس صباغ، كنت معنا من عبدة. طبعا نعود إليك في حال ورود أي جديد أو أي تطور. الآن نعود إلى الزميل قاسم عز الدين، محلل ميادين للشؤون السياسية والدولية. زميلي قاسم، منذ قليل الزميل عباس صباغ كان يتحدث عن نقطة لافتة، ويعني ربما هي ليست غريبة على الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب يوميا المجازر بحق المدنيين ويستهدف كل المناطق الآمنة، إن كان في قطاع غزة أو في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما تابعنا منذ قليل كل هذه المباني التي يستهدفها هي مباني سكنية، وأيضا هناك ربما معامل أو شركات بطبيعة الحال ليس فيها أي مواقع عسكرية أو مخازن للأسلحة كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي، وحتى أن الاحتلال لا يسمح لطواقم الدفاع المدني والإسعاف بأن تدخل ربما لمساعدة الجرحى أو لانتشال جثث شهداء، إن كان طبعا هناك شهداء، أو رفع الأنقاض على الأقل. وبالتالي ما الذي يضيفه ذلك أو هذا التفصيل إلى سجل الاحتلال الإجرامي؟
يعني الاحتلال احتلال فلسطين، الدول الغربية التي قامت على حضرت لاحتلال فلسطين منذ 1936 وخاصة 1948 عندما أنشأت هذه الدولة، كان هذا منهجها، وهذا المنهج الذي طبقته بفلسطين وتطبقه اليوم في الضاحية وفي غزة هو المنهج نفسه للدول الغربية التي أنشأت دولها الاستعمارية سواء في أمريكا الشمالية أو أستراليا أو كندا أو إفريقيا. كل الدول الغربية التي سميت الدول الديمقراطية والدول الصناعية قامت ونشأت على هذه المجازر، هذه الإبادة، وهي تعتبر بما أنها وصلت وحققت الإنجازات وطبل العالم لها بحرية حقوق الإنسان والإنجازات التي تقدمها للبشرية، لا تسأل عن الضحايا، لا تسأل عن الإبادة، لا تسأل عن الأطفال، لا تسأل، على العكس من ذلك، هي تعتبر أن هذا لا بد منه ضروري. بالأمس بايدن كان يقول مباشر بالحرف الواحد أنه نحن نحمي إسرائيل وإسرائيل لها الحق الدفاع عن نفسها، وعندما حشره الصحفيون بمسألة الإبادة والمجازر سواء بغزة أو بلبنان قال جملة واحدة، أنه نحن نطلب أن تكون إسرائيل أكثر حذراً تجاه المدنيين، أكثر حذراً تجاه المدنيين. ما هو يرى؟ أهو يرى أمامه وينقل إليه ماذا تفعل إسرائيل وبالمخابرات الأمريكية؟ هل هي إسرائيل وحدها التي تقوم بهذه القرصنة وبهذه الإبادة؟ ألا يوجد اليوم قائد القيادة الوسطى في فلسطين المحتلة لكان يعمل يدا بيد مع إسرائيل لاستكمال العدوان سواء في لبنان أو ضد إيران؟ ألا تكن الدول الغربية بأجمعها، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، كل الدول الغربية ومخابراتها منذ 2006 تحضر الداتا وتحضر العمليات الاستخبارية وتقدم كل ما يلزم لكي تتولى إسرائيل رأس حربتها، لكي تقوم بما تقوم به، بما قامت به بغزة وتقوم به اليوم بلبنان؟ هل الحديث عن نصوص لا تقدم ولا تؤخر بالقانون الدولي هو الذي نستذكره أم نستذكر هذا التاريخ؟ علينا الإشارة زميلي أحمد، بايدن أدخل إسرائيل فيما يسمى القيادة الوسطى منذ 2022، وهذه القيادة الوسطى تحت أمرتها 21 دولة في الشرق الأوسط، وهي تنسق مع إسرائيل، وإسرائيل هي التي تنسق معها ومع الولايات المتحدة مع هذه الدول في ما تسميه مكافحة الإرهاب والعمل السبراني والعمل الأمني والعمل الخبيث الذي تسميه العمل الخبيث. هذا التنسيق منذ 2006 وخاصة منذ 2022 يعملون كلهم يدا بيد مع الشركات الإسرائيلية ومع الحكومة الإسرائيلية، وكل الدول تعمل مع بعضها البعض لكي تنفذ ما تنفذه اليوم في الضاحية وما نفذته في غزة، وهي تتوعد أكثر بأن يستمر ويتوسع القتل والدمار والخراب في الشرق الأوسط ككل، في فلسطين وأبعد من فلسطين. نعم. طيب اسمح لنا ننتقل الآن إلى زميلة فاطمة فتوني مراسلة الميادين مباشرة من جنوب لبنان. فاطمة مرحبا، كان هناك حديث عن صفارات الإنذار بأنها تدوي في شلومي وعدد من مستوطنات الجليل الغربي، وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تحدثت عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال شرق عكا، وأيضا صفارات الإنذار دوت في المنطقة. حدثينا عن آخر التطورات وهذه الصواريخ التي أطلقت، أي مناطق بالتحديد استهدفت، وأيضا فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان أي مناطق شملت؟
نعم، هناك صلية صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة الآن، ودوي صافرات الإنذار في المطلي، في مستوطنة المطلي عند الحافة الأمامية في إصبع الجليل، وأيضا هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق المنطقة الحدودية. إذن هذا هو المشهد عبد أحمد من جنوب لبنان، صليات صاروخية متتالية باتجاه الأراضي المحتلة. كذلك لابد أن أشير إلى أن عمليات المقاومة متواصلة باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل أعلنت المقاومة عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة شلومي. قبل ذلك كانت قد دوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي من شلومي وصولا حتى الشرق نهرية. كل هذه المنطقة دوت فيها صافرات الإنذار بالتزامن مع الصليات الصاروخية التي كانت تطلق من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة. ليست المرة الأولى التي تدوي فيها صافرات الإنذار في المطلي ظهر اليوم أو قبل حوالي الساعة من الآن. الآن هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وعلى مستويات جدا منخفضة فوق أجواء هذه المنطقة. كانت قد دوت صافرات الإنذار في مستوطنة المطلي مع سماع دوي انفجارات من داخل هذه المستوطنة. حتى هذه اللحظة أعلنت المقاومة عن سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تصديها لمحاولة تسلل لقوة إسرائيلية كانت تحاول الاقتراب إلى داخل الأراضي اللبنانية من خلة شعيب التي تقع عند أطراف بلدة بليدة، وهي عبارة عن وادي محاذي تماما للشريط الحدودي. يسلك الاحتلال الإسرائيلي هذه الطرق يحاول الدخول، تستهدفهم المقاومة كما حصل اليوم بالقذائف المدفعية، مما أجبر هذه القوة على التراجع وحققت فيها إصابات مباشرة. كذلك هناك سلسلة عمليات متتالية في مستوطنة المنارة التي تقع مقابل حولة وميس الجبل، استهدفت تحديدا في المرة الأولى والثانية تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي. في المرة الثالثة حاول الاحتلال إخلاء القتلى والجرحى. أعادت المقاومة استهداف الجنود واستهداف من ما اقترب لإخلاء هذه القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي. إذن كنا أمام هذه العمليات حتى هذه اللحظة. نحن نرصد ونتابع البيانات التي تصدرها المقاومة، كذلك نرصد الاعتداءات الإسرائيلية. هذه الطائرات الحربية التي تحلق الآن فوق هذه المنطقة كانت قد شنت سلسلة غارات، كان آخرها على دبين، بلدة دبين التي تعرضت لغارة حربية، وقبل الغارة الحربية تعرضت لسلسلة غارات من مسيرة، ثلاث غارات متتالية، ومنعت الطواقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر من الاقتراب من مكان الغارة. لا تريد هذه الطائرات للطواقم الطبية أن تعمل في الأرض خصوصا في الخطوط الأمامية. كذلك كان هناك سلسلة اعتداءات غارات باتجاه بلدة رب 30، ثلاث غارات متتالية باتجاه هذه البلدة. كذلك لخيام وقصف مدفعي باتجاه بعض البلدات تحديدا في القطاع الشرقي، كان آخرها على أطراف بلدة شبعة. لا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق على مستويات منخفضة فوق هذه المنطقة. كذلك هناك تحليق مكثف للطائرات المسيرة. فاطمة، على الحدود هل أعلن عن أي محاولات إسرائيلية جديدة للتسلل إلى داخل بعض القرى، أو كان هناك اشتباكات مع المقاومة على الحدود اليوم، خاصة أننا سمعنا عن عدة محاولات سابقة من قبل قوات الاحتلال للتقدم أو للتسلل إلى بعض المناطق داخل الحدود اللبنانية؟ طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تحاول التسلل، يعني وهي تستغل كل الطرق والأودية الغير مرئية في محاور عدة فقط، وهي محصورة كانت في يارون ومارون الراس عديسي وكفر كيلا. ولكن اليوم أضيفت وضمت بليدة على البلدات والقرى التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التسلل من خلالها إلى داخل الأراضي اللبنانية. نسمع بين الحين والآخر رشقات رشاشة باتجاه تحديدا القطاع الشرقي، ولكننا لم نتأكد بعد ما إذا كان اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أم أنه تمشيط، وهو عادة ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي في مستوطناته المحادية لعدة بلدات جنوبية تحديدا بالمطلي أو في مسكف عام، بالتمشيط المتكرر باتجاه هذه البلدات عديسي كفر كيلا أيضا لخيام. لم نتأكد بعد ما إذا كان هناك اشتباك حصل قبل قليل، خصوصا أننا كنا نسمع أصوات رشقات بشكل متواصل. ولكن على ما يبدو أن المقاومة مستمرة في تصديها لقوات
الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول الدخول إما عبر بوابة فاطمي أو حتى في منطقة العديسي الثغرة خلت المحافر مارون الراس سهل مارون، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة بين مستوطنة أفيفيم وأيضا مارون الراس، كذلك خلت عبير في يارون واليوم خلت شعيب. كل هذه المحاور المقاومة ترصدها وتتابع بدقة تحركات جنود الاحتلال فيها منعا لأي محاولة توغل وتسلل إسرائيلية. المقاومة تعلن عن عمليات التصدي شيئا فشيئا، نحن ننتظر بيانات المقاومة وأيضا نرصد هذه البيانات، إضافة إلى أننا نسمع دائما هنا في هذه المنطقة في منطقة القطاع الشرقي أصوات القصف المدفعي والانفجارات من داخل الأراضي المحتلة. وبعد كل عملية بعد كل صوت نسمعه إن كان انفجارات أو حتى ذوي صافرات الإنذار تصدر المقاومة بيانات فورا باستهداف تجمعات إما داخل الأراضي المحتلة أو حتى محاولة تصدي لقوات تحاول التوغل داخل الأراضي اللبنانية. ما حصل حتى هذه اللحظة هو تمكن الاحتلال من الدخول عشرات الأمتار البعيدة قليلا ليس محاذية لخط الحدود وللجدار الفاصل، تمكن من التقاط بعض المشاهد، كلفته هذه المشاهد أكثر من 20 قتيلا وجريحا في صفوف ضباطه وجنوده، ولكنه لم يثبت أي نقطة حتى الآن داخل أي منطقة دخل أو حاول الدخول إليها. دائما المقاومة تتصدى لمحاولات التوغل وترصد وتتابع تحركات جنود الاحتلال وتطاردهم أيضا داخل الأراضي المحتلة وداخل الأراضي اللبنانية. شكرا لك على كل هذه المعلومات فاطمة فتوني مراسلة الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. مشاهدينا الكرام نتابع هذا العاجل الآن على شاشة الميادين، منصة إعلامية إسرائيلية تتحدث عن تقارير أولية حول عملية إطلاق نار في محطة الحافلات في بئر السبع والحديث عن وقوع إصابات في المكان. إذن يبدو أن هناك عملية إطلاق نار في محطة الحافلات في بئر السبع، والمعلومات تشير إلى وقوع عدد من الإصابات في المكان. إلى غزة وهذه المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال باستهدافها مسجد مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح الذي لجأ إليه عشرات النازحين بحثا عن الأمان، فباغتهم صاروخ مدمر حول أكثر من 20 منهم إلى أشلاء. مراسلنا أحمد غانم زار المسجد المدمر ورصد حجم الدمار والفاجعة التي حلت هناك. مجزرة مروعة جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في وسط القطاع وتحديدا في دير البلح. نحن هنا في مصلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ارتكبت واحدة من أعتى الجرائم الإسرائيلية. 21 شهيدا من النازحين ارتقوا داخل باحة هذا المسجد، لجأوا إلى بيت الله بحثا عن الأمان، ولكن باغتتهم صواريخ إسرائيلية أتت على حياتهم جميعا. 21 شهيدا تحولوا إلى أشلاء مقطعة، هذا ما بقي من دماء، من آثار الدماء العالقة على أرضية هذا المسجد. حتى بيوت الله لم تسلم من القصف الإسرائيلي. صواريخ هنا تظهر أنها من خلال مشاهداتنا من أنها صواريخ خارقة للحصون استخدمت في عملية استهداف هذا المسجد. كما تشاهدون فقد اخترق الصاروخ طبقات المسجد الاثنتين وسقط هنا في قلب هذا المسجد. ما ظلش مكان ما رحناش عليه، يعني الجامع هذا ملجأ كان مأوى لناس عاديين، لهم مقاومين ولهم ولا حماس ولهم فتح ولا لهم دخل في حاجة. ناس شارد من دورها، شارد من الحرب والقصف، جات تنام في الجامع تتفاجأ ولا مؤاخذة تلاقي حالها مقصوف وميتة. لهم سنة متواجدين في هذا المسجد، بياكلوا بيشربوا بيناموا في المسجد هذا، قربوا من المستشفى كانوا يفكروا انه بوفر لهم نوع من الامن، وفي نفس الوقت هو مكان بيت ربنا بصلوا وفيه، فاجت الطياره الساعه 2:15 في الليل قصفت المسجد فوق بعض الناس، للاسف كلهم اشلاء قصفوا ماتوا، اخوي واحد منهم. تم استهداف هذا المسجد في الليل، تم اخراج اكثر من 15 شهيد، وتم الان ورود اشاره انه في شهداء تحت الانقاض، نحاول البحث والتحري على المكان لإخراج باقي الشهداء من المكان.
يواصل جهاز الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت ركام هذا المسجد الذي قصف بالتزامن معه مدرسة ابن رشد التي كانت تؤوي آلاف أو مئات النازحين. ارتقى في قصف المدرسة 3 شهداء، بينما ما زال البحث كما تتابعون جار أو جاريا عن مفقودين أسفل أنقاض هذا المسجد في جريمة إسرائيلية متكررة، الجاني فيها معروف والضحية معلومة. أحمد غانم من دير البلح، وسط القطاع، الميادين. مشاهدينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى الزميل أكرم دلول للاطلاع على آخر تطورات في قطاع غزة، متابعة للخبر العاجل الذي تابعناه منذ قليل على شاشة الميادين، وسائل إعلام إسرائيلية الآن تقول إن 3 إسرائيليين أصيبوا في عملية إطلاق النار في محطة الحافلات في بئر السبع، وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة. إذن كانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت منذ قليل عن عملية إطلاق نار في محطة الحافلات في بئر السبع، وكانت المعلومات تشير إلى وقوع إصابات، والآن تؤكد هذه الوسائل، وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن 3 إسرائيليين أصيبوا في هذه العملية. وطبعا سنتابع كل التفاصيل التي تتعلق بهذه العملية في سياق هذه التغطية. الآن ننتقل إلى زميل أكرم دلول مباشرة من خان يونس. أكرم مرحبا، نبدأ من آخر التطورات. كان هناك آخر الغارات الإسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، أيضا القصف استمر على كل مناطق القطاع تقريبا في وسط القطاع، وفي الشمال أيضا كان هناك عدة مناطق تعرضت للقصف. ماذا عن الجنوب أيضا حيث تتواجد أنت؟ سنبدأ من الشمال أحمد، على اعتبار أن ما يجري شرق مخيم جباليا هو ملحمة كبيرة الآن تسطرها المقاومة الفلسطينية، معارك ضارية وعمليات نوعية للمقاومة على المحاور الشرقية من جباليا البلد وجباليا المخيم، هذان المحوران اللذان تقدمت في محيطهما الدبابات الإسرائيلية وسط عمليات قصف مدفعي وغارات نفذها الطيران الحرب الإسرائيلي. في آخر إعلانات كتائب القسام قبل قليل تقول إنها فجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار بآلية أو دبابة بالأحرى من نوع مركافا 4. هذه الدبابة استهدفت بشكل مباشر، على ما يبدو وقع إصابات بداخلها. جاءت قوة إنقاذ إسرائيلية لمحاولة يعني نقل جرحى وربما قتلى إسرائيليون، فقامت كتائب القسام باستهدافهم بقذيفة مضادة للدروع، وبالتالي تقول القسام أنها أوقعت جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح. كانت القسام قد أشارت إلى أنها تخوض قتالا ضاريا مع قوات الاحتلال، وهو ذات المشهد الذي قالته سرايا القدس، والذي أشارت أو التي أشارت إلى أنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة يتبع للجيش الإسرائيلي شرق مخيم جباليا بقذيفتين مضادتين للدروع. وكانت السرايا أيضا قد أشارت إلى أنها بالاشتراك مع كتائب القسام قد قامت بقنص أحد الجنود الإسرائيليين من بلدة بيت حانون في أقصى الشمال الشرقي من قطاع غزة. إذن يمكن القول أننا أمام عملية توغل برية إسرائيلية جديدة، هي العملية التي يعني ربما ستكون بمثابة رسالة جديدة بالنسبة لإسرائيل، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي مع كل عملية برية ينفذها هنا في أي من مناطق قطاع غزة يتحدث عن أنه يسعى لتدمير قدرات المقاومة، ينسحب ويقول أنه أنجز المهمة، وسرعان ما يعود ويقول أنه يسعى مجددا لتدمير هذه القدرات العسكرية لفصائل المقاومة. القوات الإسرائيلية أيضا بحسب المعلومات الواردة إلينا تحاول أن تدخل مخيم جباليا من ناحية الشمال الغربي انطلاقا من مشروع بيت لاهيا. بعض الدبابات الإسرائيلية بدأت بالتقدم، وهناك أيضا تجري اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية. سبق أن كانت هناك غارات عنيفة على شمال قطاع غزة، على جباليا البلد، جباليا المخيم، وبيت حانون، وبيت لاهيا. وفي آخر الغارات الإسرائيلية على الشمال تم استهداف عاهد لمقيد، وهو مسؤول عمليات وكالة الأونروا في الشمال، الأمر الذي أدى إلى استشهاده بحسب المصادر الطبية. كذلك يمكن القول أن هناك عشرات الشهداء والجرحى كانوا قد قضوا بفعل الغارات العنيفة والأحزمة النارية التي طالت شمال قطاع غزة. بالنسبة لمدينة غزة بالفعل آخر الغارات استهدفت منزلا لعائلة
عائلة المشهراوي في مخيم الشاطئ، تم نقل عدد من الإصابات وهذه هي إحصائية أولية. القصف المدفعي على جنوب مدينة غزة ما زال على أشده على أطراف حيي الزيتون والصبرة بالإضافة إلى حيي الشيخ أجلين وتل الهوى، وكل هذه المناطق تتاخم أو تحاذي ما يسمى بمحور نتساريم الذي يفصل القطاع ويقسمه قصرا إلى شمال وجنوب. في وسط القطاع انتهت مراسم تشييع 26 شهيدا بينهم أطفال ارتقوا في المذبحة والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق النازحين ممن كانوا قد لجأوا للبحث عن أمان مفقود في غزة، وبالتالي يعني كانوا يبيتون لياليهم داخل مسجد شهداء الأقصى الذي يقع على بوابة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت أيضا سلسلة غارات أخرى طالت مدرسة تؤوي نازحين في الزوايدة وكذلك بعض المنازل في النصيرات والبريج والمغازي. في خان يونس ما زال الشهداء يأتون إلى مشفى ناصر تحديدا من مدينة رفح، هذه المدينة التي يتعرض فيها كل من يحاول أن يقترب إلى إطلاق النار من المسيرات وأيضا عمليات القصف المدفعي وأيضا إطلاق صواريخ من المسيرات الإسرائيلية. 6 شهداء وصلوا في الساعتين الأخيرتين على دفعتين، بعضهم من مناطق شمال رفح والبعض الآخر من مناطق شمال غرب رفح وتحديدا من منطقة الشاكوش التي تؤوي نازحين والتي تتعرض إلى القصف على وجه التحديد بالمدفعية. فيما ما زالت أيضا الاشتباكات أحمد مستمرة غرب رفح تحديدا على محاور تل السلطان. نعم أكرم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. أكرم دلول كنت معنا من خان يونس في جنوب قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، سنتابع الآن المشاهد الأولية للعملية. هي ليست عملية إطلاق نار كما أفادت بعض وسائل الإعلام منذ قليل، هي عملية طعن إذن في محطة الحافلات في بئر السبع، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن عدد الجرحى في هذه العملية ارتفع إلى 4، أحدهم حالته حرجة والثلاثة بين متوسطة وطفيفة. نتابع هذه المشاهد مشاهدينا الكرام، المشاهد الأولية طبعا للمنطقة التي تمت فيها عملية الطعن في بئر السبع، والمعلومات تشير إلى جرح 4 إسرائيليين خلال هذه العملية، أحدهم حالته حرجة جدا كما تنقل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. أعود إلى زميل قاسم عز الدين للتعليق على هذه المشاهد وعلى هذه العملية. قاسم، إذن بالتوازي مع كل هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة وأيضا العدوان على لبنان، ما زالت هذه العمليات البطولية الفدائية موجودة في الداخل المحتل وأيضا تنجح معظم هذه العمليات كما تابعنا خلال الفترة الماضية، والآن كما نتابع هذه العملية عملية طعن الحديث عن 4 جرحى حتى الآن. زميلي أحمد، يعني خلال هذه الساعة من التغطية استمعنا إلى مراسلين في الميدان، فاطمي وعباس وأكرم من فلسطين، المراسلين ككل ونتمنى لهم السلامة بطبيعة الحال. هؤلاء المراسلون كما مراسلون آخرين يعني ينقلون ما يرونه، وهنا يميزون بين مسألتين: المجازر والمذابح ضد المدنيين سواء في الضاحية الجنوبية سواء في لبنان حتى منطقة بعلبك والهرمل والمناطق الأخرى أو في غزة، المذابح والمجازر التي يرتكبها العدوان البربري الأمريكي إسرائيلي في هذه المنطقة من جهة، والقتلى والأطفال والموتى، هم يريدون أن يقتلون، يقتلون هذه المنطقة، يقتلون كشباب يسمونه قص العشب، يعني قتل الإرادة، قتل أي رائحة أو أي طموح لإرادة الحياة، يريدون أن يقتلوها ويحاولون أن يقتلوها. لكن في المقابل على صعيد الميدان، على صعيد القتال، القتال العسكري، القتال الحربي، رغم أنهم يرتكبون الجرائم والهمجيات، المقاتلون سواء في لبنان على الحدود، المجاهدون الذين يعيشون في مع طيف الشهيد القائد، الشهيد الخالد القائد الأممي السيد حسن نصر الله، مع روحه ومع طيفه ومع منهجه
ويطبقون المناهج ويطبقون الخطط الذي وضعها معهم حرفيا، ولا يسألون عن الموت، ولا يسألون من قتل ومن سيقتل ومن وماذا تهدم وماذا سيتهدم، ويضعون نصب أعينهم الهدف بأنهم يريدون دحر هذا العدوان، دحر إسرائيل، دحر الاستعمار الأمريكي، ويلقنونه الدروس يوما بيوم، ولا يسألون اليوم ماذا يحصل وغدا ماذا. كنت معنا من بيروت. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الصور المباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يبدو أن هناك غارة إسرائيلية جديدة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ دقيقة أو دقيقتين. إذن نتابع هذه المشاهد المباشرة لهذا المكان المستهدف داخل الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن مشاهدينا الكرام، بعد كل هذه الغارات خلال ساعات الليل الماضية، تتجدد الغارات الإسرائيلية خلال النهار على الضاحية الجنوبية لبيروت. كنا قد تابعنا منذ قليل حدوث غارة، هذه الصور هي مباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت لهذه الغارة الإسرائيلية على الضاحية، كما نتابع الآن مباشرة على الهواء. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الصور المباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية. إذن العدوان الإسرائيلي متواصل على لبنان والآن على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد عدد كبير من الغارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل الماضية، وخلال النهار تتجدد هذه الغارات. هذا هو الموقع المستهدف نتابعه الآن على شاشة الميادين. إذن آخر الغارات مشاهدينا الكرام، كما كنا قد تابعنا خلال هذه التغطية وكما كان قد أفاد مراسلنا، كانت استهدفت منطقة برج البراجني، وبطبيعة الحال نحن لا نعلم حتى الآن أي منطقة من الضاحية الجنوبية لبيروت هي استهدفت في هذه الغارة. وطبعا الغارات الإسرائيلية كانت استهدفت عدة مناطق في الضاحية الجنوبية، من ضمنها طبعا برج البراجني، الكفاءات، المريجي، الليلكي، وحتى المنطقة المحيطة بمطار بيروت الدولي. إذن كانت كل هذه الغارات الإسرائيلية استهدفت هذه المناطق. الآن ننتقل إلى الزميل عبد الله بدران، مدير مكتب الميادين في بغداد. عبد الله مرحبا. إذن المقاومة الإسلامية في العراق كانت قد أعلنت عن استهداف 3 أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان السوري المحتل، ما الذي أعلنته أيضا المقاومة فيما يتعلق بهذه العملية والأهداف التي انطلقت باتجاهها هذه المسيرات؟ نعم أحمد، المقاومة الإسلامية في العراق نفذت هجوما بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مواقع حيوية عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل قبل قليل. سبق ذلك هجوم بثلاث طائرات مسيرة أيضا استهدفت شمال حيفا المحتلة وفي جنوبها أيضا للمقاومة الإسلامية في العراق. قبل ذلك كانت قد نفذت قصفا مزدوجا على هدفين مختلفين بصواريخ الأرقب، وهي صواريخ كروز مطورة. نلحظ أن المقاومة الإسلامية في العراق منذ أيام وهي تصعد من عملياتها لجهة عدد الأهداف التي تستهدف وعدد الإطلاقات التي تنفذ وكذلك نوع الأهداف، بالإضافة للسلاح المستخدم. نتحدث عن صواريخ كروز مطورة، نتحدث عن طائرات مسيرة بفاعليات جديدة، بميزات جديدة، بقدرة تفجيرية مختلفة، بتقنيات متطورة تساهم في المناورة وتجاوز الدفاعات وحتى التشويش.
هذا طبعا جزء من عمليات تصعيد المقاومة الإسلامية في العراق، آخرها كانت مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 23 آخرين ضمن العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع عسكرية إسرائيلية وعلى المواقع التي تعتقد أنها الآن هي متورطة باستهداف وتنفيذ اعتداءات سواء في لبنان أو في سوريا أو كذلك ضمن العدوان المستمر على قطاع غزة. جدير بالذكر أن هناك تصعيد ميداني للمقاومة الإسلامية في العراق وتصعيد في العمليات المشتركة مع القوات المسلحة اليمنية، وهذه نقطة مهمة لأن هناك تغطية إعلامية غربية تحاول أن تظهر أن المقاومة الإسلامية في العراق غير معنية بالعمليات التي نفذت واستهدفت مواقع عسكرية في الجولان أدت لقتل جنديين إسرائيليين، قصص وسرديات ومواقع غربية وإعلام إقليمي ينشر أن لا صلة للمقاومة الإسلامية في العراق وإنما هو كمين إسرائيلي لاستدراج المقاومة الإسلامية في العراق وبالتالي لا علاقة لها بعملية قتل جنديين إسرائيليين. عمليات المقاومة الإسلامية كما تعلم الميادين مستمرة وكما تعلم من مصادرها في عمليات تصعيد مستمرة وانخراط أكبر، ويمكن العودة مثلا إلى المسؤول تغريدة المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو علي العسكري، هو وسع من عذرني على المقاطعة من المواقع العسكرية إلى المواقع النفطية. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد. الآن مشاهدينا الكرام نعود إلى الزميل عباس صباغ ينضم إلينا مباشرة من بعبدة للاطلاع على آخر التطورات. عباس مرحبا من جديد. إذن كنا قد تبعنا منذ قليل غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أي منطقة استهدفت هذه الغارة؟ تفضل. لا لا هناك ورا البنيتين هون. عباس إن كنت تسمعني، كان هناك إذن غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، كنا قد تابعناها منذ دقائق وما زلنا نتابع هذه المشاهد المباشرة ربما للمكان المستهدف. ماذا توفر لديك من تفاصيل حول هذه الغارة والمنطقة التي اطلتها هذه الغارة؟ طيب، على كل حال يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الزميل عباس صباغ. على كل حال إن كنت تسمعني عباس تفضل. نعم، قبل قليل شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جديدة على منطقة الضاحية الجنوبية، ممكن أن تكون هذه المنطقة على أطراف حارة حريك وبالقرب من منطقة الشياح. هذه الغارة هي الثانية خلال ساعة بعد الغارة التي نفذت على منطقة برج البراجنة قبل نحو ساعة من الآن، وهي الثالثة منذ العاشرة من هذا اليوم كان هناك غارة على منطقة الليلكي. هذه الغارات تأتي في سياق العدوان المتواصل على الضاحية الجنوبية لبيروت. الغارتان على الليلكي وعلى برج البراجنة استهدفتا مباني سكنية، الأولى في مجمع سكني في منطقة الليلكي والثانية بالقرب من مبنى بلدية برج البراجنة، ودمر مبنيان في تلك المنطقة. وفي الليلكي أيضا سقط مبنيان جراء الغارة التي ضربت هذه المنطقة في العاشر. أما هذه الغارة الأخيرة فلم يتبين بعد ماذا استهدفت، لكن كل الغارات الإسرائيلية ضمن هذا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية تستهدف المباني السكنية. نتحدث عن عشرات المباني السكنية التي دمرت جراء هذه الغارة في معظم أحياء الضاحية الجنوبية. نتحدث الآن عن منطقة حارة حريق، قبلها عن برج البراجنة، الغبيري، الرويس، الصفير، ووصولا إلى شويفات وطريق المطار. هذه الغارات التي بدأت بشكل مكثف منذ 11:30 من مساء أمس وتستمر حتى هذه اللحظة. نتحدث عن 33 غارة حتى هذه اللحظة تم تنفيذها ضمن هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا سحب الدخان ترتفع من أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية من بيروت، يعني نشاهد في منطقة الليلكي، في منطقة الكفاءات، في منطقة المريجي على طريق المطار،
كلها سحب الدخان تتصاعد من المباني السكنية التي استهدفت خلال هذه الغارات العنيفة. نعم. هناك يعني كمية كبيرة من أطنان كما قال رئيس بلدية الغبيري ألقيت على تلك المناطق وعلى مباني مدنية وآليات للدفاع المدني التابعة لبلديات الضاحية الجنوبية لبيروت. نعم. شكرا جزيلا لك عباس صباغ مراسل ميادين، كنت معنا من بعبدة. مشاهدينا الكرام، طبعا هذه تغطية مستمرة من قناة الميادين لتطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.